إلي عبر خدمة سكايب المحلل الاقتصادي محمد حيدر. أهلا بك سيد محمد معي في هذه النشرة. إذن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة على ضوء جائحة تفشي فيروس كورونا. الشرق الأوسط أيضا اقتصاده مهدد بشكل غير مسبوق. ما هي أكبر التحديات التي تواجه المنطقة والخسائر المادية المتوقعة؟ طبيعة الحال يعني الظرف يفرض نفسه على الواقع العربي وبقية دول العالم، حتى على اقتصاد العالم كله. يعني لن تتأثر فقط الدول العربية، مش فقط الدول الفقيرة أو الدول الغنية أو متوسط الدخل. المشكلة هي مشكلة عالمية والأزمة عالمية أيضا، يعني جميع الناس يمكن أن تتساوى في هذه الأزمة. فيما يتعلق بالعالم العربي، في طبيعة الحال معظم دولنا هي دول تعتمد على الاستيراد ودول ريعية، ليست الدول الصناعية. حتى الدول الغنية منها والدول النفطية بدأت الآن تتأثر بموضوع ليس فقط كورونا، ولكن حتى بحرب الأسعار التي شنتها المملكة العربية السعودية في مسألة النفط ضد الروس. الأمر الذي جعل من أكبر ميزانية موجودة في العالم العربي، ميزانية المملكة العربية السعودية، أن تتراجع حسب أقوال يعني المسؤولين السعوديين أنهم يريدون خفض الموازنة بحوالي 7%. الواقع هو غير ذلك أيضا. نتيجة تراجع الأسعار ووجود ميزانية كبيرة للمملكة السعودية تعتمد بحوالي 95% منها على مصروف النفط، العائدات النفطية ستتراجع بحوالي 2.5 مليار دولار شهريا، أي من الآن إلى نهاية العام ستتأثر موازنة الحكومة بحوالي 22%، أي بحوالي 85 مليار. بطبيعة الحال كيف حال بقية الدول الخليجية؟ البحرين طيب سيد محمد، يعني ماذا يمكن لهذه الدول العربية أن تفعل لحماية اقتصادها بقدر المستطاع في ظل استمرار هذه الأزمة الغير التي لا يعرف لها زمن؟ صحيح، المسألة هي مسألة تقشف وإعادة ترتيب الأولويات في هذا الظرف. يعني الموازنة التي يجب أن تأخذ الحيز الحقيقي والحيز الأكبر من الأموال هي موازنة وزارة الصحة. القطاع الصحي يجب أن يقتطع، كل دولة يجب أن تقتطع ما لا يقل من 10 أو 15% من موازنة القطاعات الأخرى وتضخها في موازنة الصحة، لأن الكورونا فيروس الكورونا الآن لن يرحم أحد إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية وإجراءات عملية كما اتبعتها بقية الدول. يمكن أن تعاني من أزمات كثيرة، أزمات صحية، أزمات اجتماعية، أزمات مزمنة على فترات طويلة، لأنه كل هذه البلدان قادمة على إغلاق عدد كبير وكمية كبيرة من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية منها، فبالتالي ستنحرم تلقائيا من عائدات على مستوى الدولة، على مستوى المؤسسات، على مستوى الأفراد. فالقسم الآخر يعني الأولوية للصحة، القسم الآخر يجب أن يكون للرعاية الاجتماعية. يعني في هذا الظرف الآن ما هو نفع موازنة المواصلات والاتصالات مثلا، أو موازنة وزارة الثقافة، أو وزارة جانبية؟ التكافل الاجتماعي أيضا إضافة إلى الرعاية الصحية، أعتقد أنه أولويتين ويجب أن تعطى الأولويات والكم الأكبر من العناية لهذه البلدان لحماية صغار المؤسسات الصغيرة يعني والعمال اليوميين. يعني هناك كثير من العائلات تعتمد بعائداتها على دخلها اليومي. صحيح. إذا لا أعمل هناك، فمن يرعى هؤلاء اجتماعيا سوى الدولة أو بعض المؤسسات الخاصة بهذا الأمر؟ إذا هي مسؤولية تاريخية الآن يجب أن نعم وصلت الفكرة. أعذرني على ضيق الوقت، شكرا جزيلا لك المحلل الاقتصادي محمد حيدر.